عفوا وش تسوين هنا؟ اسمعيني يا عهود، اذا انت داخل البيت عشان تخربين لي حياتي انا ما راح اسكت لك. انا ما خبيت شيء بكيفي، هذا كان طلب ابوكم الله يرحمه. صدق سمعتيها من امك ولا قريتيها في مذكرات خالك؟ انت وش عندك؟ جاي تلعبين فينا كلنا؟ وش معنى الحركه يا شهد؟ انت على اي اساس استنتجتي هالكلام؟ ليش تبيني اكذب عليك؟ انا لو ابي اخونك ما خليت مصيري بين يديك. وكانك مبالغه باللبس شوي. ما اقدر اكابر اكثر من كذا. ما اقدر اكذب عليكم على نفسي. وش اللي قاعد يصير بينك وبين يوسف؟ ما تحسين انك تدخلين المعارك في الساحات الغلط مع الاشخاص الغلط؟ الميراث على الـ MBC 1. رمضان يجمعنا.